بالحب والمحبة أحييكم. أحياناً في ناس بيجوا يكون عندهم مشكلة وحابين يفضفضوا، لما بيتكلموا كلمتين على بعض أول ما يبدأوا يتكلموا إحنا إيش بنسوي؟ بنحاول نتعاطف معهم ونقول لهم معليش طولوا بالكم، الصبر طيب، إن شاء الله محلولة، إن شاء الله بسيطة، كلمات من هذا الشكل. الحكاية هذه إحنا بنشوف إنها تعاطف، إنها حاجة كويسة، لكن لو فكرنا بالموضوع، الشخص اللي جاي يتكلم معاك جاي يتكلم معاك ليش؟ جاي يتكلم معاك عشان يطلع اللي جواه، جاي يتكلم معاك عشان يفضفض، عشان في عنده أشياء جواه لازم يقولها ولازم يطلعها. مو لازم نتعاطف في البداية، نتعاطف بشكل كويس بدون ما نوقفه إنه يبطل يتكلم أو يبطل يقول الحاجة اللي تعبته. هذه حاجة ضرورية، ومشكلتنا إنه بنسويها مع كثير ناس بنحبهم وبنسبب لهم مشكلة، بنخليهم يخلوا اللي جواهم ما يقدروا يطلعوه. الحكاية هذه محتاجين ننتبه لها ومحتاجين نفكر فيها. أي واحد بده يتكلم معك خليه يتكلم، خليك ساكت، أسمعه وأسمعه وأسمعه لغاية ما يخلص كلامه، أكد عليه الأشياء اللي بيقولها، وبعد كده حاول تكون متعاطف معاه بشكل مختلف. لكن في البداية لازم نسمع ولازم نسكت، ما نحاول نوقفه، لأنه المشاعر والأحاسيس اللي جوات كل واحد فينا لازم تطلع. فكروا في الحكاية هذه، عشان نعيش صح لازم نسوي كل شيء صح. اتعلم لغة الصمت، لأنك بالتأكيد تعرف لغة الكلام. الحكاية هذه مهمة ولازم ننتبه لها، ولازم نخلي الواحد يفضفض وبعدين نتدخل. تحياتي. رسائلي أمنية أتمنى أن تتحقق أو أن تصل.